حالف شي خسر لكم التصاور. اليوم تشهد مدينة أزيلا وتشهد جهات بني ملا الخنيفرة اليوم تدشين واحد المعلمة سياحية بامتياز. اليوم مولود جديد ديال المتحف ديال الجيوبارك مكون بأزيلا بعد عناء وبعد عمل طويل يقدر بواحد 14 سنة ديال العمل الجبار. لابد اليوم أن نشكر جميع من ساهم من بعيد وقريب في إنجاح هذه التظاهرة. واليوم نتواجد كاملين في افتتاح هذه المعلمة. هذه المعلمة المنتظر منها إن شاء الله أنها تكون واحد معلمة سياحية وكذلك رمز لتنمية الإقليم الزلال، رمز لتنمية مدينة الزلال ولإقليم الزلال وكذلك لتنمية الجهة. اليوم نقدر نقول بأن إقليم الزلال أو مدينة الزلال وجهة سياحية بامتياز. نتمنى إن شاء الله أن تحظى هذه المعلمة بقبول وبزيارة مجموعة ديال السياح سواء المغاربة أو الأجانب، وتكون إن شاء الله مفتاح للخير ومفتاح لتنمية إقليم أزيلا. رئيس الجهة لعب دور كبير في خرج هذا المولود، شنو المساهمات ديال الجهة؟ المساهمات ديال الجهة كثيرة جدا، ولكن اليوم نحن جد سعداء وجد مسرورين لافتتاح هذا المتحف. الجهة كانت دائما تدعم الجيوبارك مكون سواء معنويا أو ماديا أو علميا. اليوم الجهة ستواصل دعم هذا المعلمة، ولابد أننا نشكر كذلك السي قطبي رئيس مؤسسة محمد السادس للمتاحف أنه أعطينا هذا الأمانة وأعطينا هذا المولود الجديد، أعطينا هذا البيجو وهذا الكنز ديال الأزيلال أنه يحافظ عليه وأنه يدير البصمة ديالو للدفع بهذا الجيوبارك مكون إلى الأمام.